لسه حلوه في المصباح ما جاش. لسه حلوه اخر في يا رب تعالى اعمل بروسبور يا رب تعالى اضرب لي بروسبور يا رب تعالى اكسدر يا رب يا رب يا رب تعالى. تعرف بس ليه هبلت ليه؟ مش حاطط لها جنب بوشين اللي ينشين اللي حاطط لها اكس انا جنب بوشين. زهران مش حاطط لها جنب رسمي سبت واحد من الواحد تشوف عليه فتح عامله اكس حبيت تشوف عليه واحد شركه مهبوط في مخه بس مش حاطط لها هديه كيف سوريا الحاج كيف سوريا الحاج كيف وزو ما عندكش فكره عشان حطوا فيها واحد ولا ايه يا زلمه؟ مش ما عندكش حتى فكره يا اخي. انا طبت من المصبار خسرت دمي وخسرت خسرت ليالي وخسرت ما تقولش خدت ليالي وخسرت دمي يا رب سبحانه بيحب يعطيك يعطيك في اللوتو ولا اقسم بالله ما تقولش ما حبش راهو ربي قلت لك سبحانه وتعالى بيحب يعطيك يعطيك في اللوتو ولا مش يعطيك في البلوت يعطيك في الرامي يعطيك في البروموسبور يا رب سبحانه ما بنسى ولا هو ما عندكش واش بده باشا ماما كتمتام هذيك ما تقلبها ماما تقول تمتام يقول لك شدوه في المطار باسور 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 قال لك من يعني قال لك باسور يا اخي زير يا اخي هو مين تعرف انا ما بدي حاجه برك الجريده الجريده شو حط فيها الجريده؟ جريدة ال اكس نرزم عليك بس قال لك قال سيريبون قال لك قال لك برصاصهم يحكوا جميعا قال لك في ايطاليا عاملين كاز اكس وكاز ان وكاز دو وعاملين كاز اخرى مكتوب فيها الله اعلم هذيك السيبون حكوا لي قال لك سيبون مزيان سيبون ولسه حكينا ولسه حكينا بالضبط يا هذا اللي اذا عمل كيف وكيف اذا شو يعمل شو ما عادش بس حكينا جريدة ما عامله هيك ميو 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 نو فوزي نو فوزي شي فوزي لو جيك سي بول يا بيس حبك وقع يا بيس انت جي ايش عاد جا في قلبي جا في قلبي جاب بول انت جي بص علينا قلبي وقع لي قلبي وقع فيك وانا شي بيعطيني يو 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 فوزي جي ميرسي تعال ميرسي ما ترك في تالي لوجي بس احنينا بس احنينا يا فوزي اقسم بالله قلبي واجعني لحمي بيه قشعر لحمي بيه قشعر بالرسمي راهو ما عندكش فكره عليك انت شنو نحبوا ربي وجهي اقسم بالله راهو تعال نقوم 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 من مكاني ونعطيك في راسي اقسم بالله تعال لوجي بس احنينا لك لوجي اسمع لوجي كما حكوا لي قالوا لي بالضبط غادي حل معاك بس حكوا لي انا الحمد لله يا خويا غير تختار العينين الحمد لله تعالى ميرسي غير تختار العينين الحمد لله يا ربي نقولك يعني امورها واضحه باش نكذب عليك والولاد الحمد لله بس احنا السكور احكي له انا ايش قاعد نحكي عليه بالحومه كل يوم كل يوم صباح ومي يحكي عليك برجوليا بالحومه الحمد لله انا اليوم كل حاجه لوجي كل حاجه لوجي ديما تقول تعالى وصل له كيما لك يقول له ميرسي تعالى ميرسي تعالى ماكسيموم ديما قول له قول له تعالى ميرسي يا نزهه ولسه حنينا شو يا مجنون يا اخي صباح تريك باش تطلع شي ما طلعتش ولا شو نكذب عليك نقول لك كلام نعطيك حاجه ماشي اوهام تبع في يديك مين هذي انت ودي خير على طريق محرس يا حكايه كبير غادي سي بون تبع عملنا سي بون بيناتنا نريدو سي بون قاعد مش معاك في حي التعرير بس حنينا ولا نعطيك مش خدمة اسمع سكور اسمع سكور سيربون شنو هي الحكايه هذي يا بيبي انا ما نحب يا لازم هذا اختلف منها الخرجه هذيك وانا اختلف منها خويا تو نشوف نقول لك انا حاجه بالخير اختونا منا مريق حركه اسمعني اسمعني يا ولاد ما نعرفوش ما نشعروش ليا بيت زمان ما نعرفوش تريح رامين مين نعمل تروح رامين واه وازو اجي منا على خلينا نعمل تريح رامين الله يبارك يا خويا واش بزو واش جيب واحد اخر نرجيه يا خويا يا مرحبا السيد عطا مني كلمه 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 سيبو سيبو حنيفة سيبو حنيفة سيبوجي كيف عدو لك اوكي كيف عدو سيبوجي اوكي سيدي مش فهم شو فهم سيبو 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 قالك قالك شنو مش شنو مش شنو حتفوها بس حنينا 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 بس حنينا
محمد دابا. هاي صلي على محمد. واش باش نقول لك راجل قريب يتوجع في دار المسلم. صلي على محمد. ربي سبحانه كان يحب يرجعها لنا اليوم، هذا هو اللي رجعها. اه شايف دار البيت. ترى يا عجبني وصلنا الآن من زميلنا أبو العلاء الحفيان أنه تم اختطاف زهرة دبابة من الحي القريب. ما نجيبهاش انا ما نسميش فوز. وليدي دابت معاك شوية فوز. ما تقوليش هكا بيا ما تقوليش ما تهمنيش. قصايا حط يديك قدايا اصلا. مسكين نهارين تبكي على بنتها زهرة دبابة ولحد قال لها وين ولا سمعت في اخبار حكاياتها. مسكينة زهرة مسكينة امها ومسكينة بيها عم حماد. قالت مسكينة تهلوش حتى نين في يوم من الايام. نوقف تليفون خالتك بي مشكون اطلع عزيز بزار سكنها بنتها وكلمها في التليفون وقريب. ماما خالتي بي السلام تحب نحكي معك ونمشي معك بمخي لبعد حدود ولسه حنينه وبيجيك على الاخر. انت كيفاش بنتك سيغوها هاي ميجودة ونطلب منك ونطلب من رجلك ونطلب من ربي تعالى سيمو بالليل عندك علي وفكرك علي وبنتك موجودة لحظية ما تخافيش مي الكونديسيون تعطيني 300 دينار 200 دينار التوانس بنتك تيهو سيدي اسمع سيدي ماما خالتي بيا نعطيك في يدك يومين ومشي باش تقوليني لسعد وتعرفني ما نخافش وبالضبط في مخي وما عندك شي فكره يلا السلام.